اهلا بحضراتكم مره تانية، واولى فقراتنا النهارده في البيت الكبير هتكون مع الناقد المتميز والمميز دايما على المستوى الفني وعلى مستوى النقد الرياضي الاستاذ محمود صبري. برحب بحضرتك. اهلا بك كابتن، منورنا في البيت الكبير. مبسوطه الحمد لله، والضحك قد كده كلنا. ان شاء الله ربنا يتمها على خير. يا رب يتمها على خير. ويعني طبعا اكيد هسالك في كذا ملف، منه طبعا ملف النادي الاهلي الصعود للنهائي والمباراه النهائيه وكذا ملف يخص النادي الاهلي، لكن خلينا اتكلم مع حضرتك. استقبلت ازاي او شفت ازاي مباراه الوداد، وعايز اعرف شعورك قبل المباراه. هل كان شعور الجماهير بالثقه الزايده والقلق اللي يعني بعض الجماهير كانت قلقانه ان يكون في ثقه زايده، ورؤيتك رؤيتك لمباراه الوداد الاخيره؟ لا، الوضع يعني طبعا كان لازم تبقى قلقان برضه، يعني لازم تحترم فرقه الوداد. فرقه الوداد برضه فريق يعني مصنف رقم واحد في تصنيف الاتحاد الافريقي، فريق صاحب تاريخ كبير جدا. الاهلي ليه مواجهات معاه مميزه كلها متقاربه النتائج، لو انت لاحظت يمكن في الفتره الاخيره الاهلي لعب معاه نهائي 2017 الشهير المعروف 1-1 في برج العرب، 1-0 في الدار البيضاء. اعتقد انه الحسابات القلق، في قلق صحي وفي قلق سلبي بعد بعض صدره لك، وبتبقى متباينه الظروف. انت مر بمرحلتين، مرحله صعبه يعني مرحله انتقاليه من حسم لقب درع الدوري، ثم مدرب فجاه بطلب غريب جدا انه يمشي، ثم تعاقد مع مدرب مفاجاه ما كانش في الحسبان. فاصبح ايه المشهد بالنسبة لك؟ ايه محتاج بقى اعادة تقييم وقراءة جيدة للصورة. الاختيار يتقال عليه موفق بناء على النتائج، يعني ايه ما تقدرش تقول غير كده. يعني ايه مش هنقول بيحمل الاختيار العبقري، لكن هو الاختيار كان الاختيار الصعب، وكان الرهان على الراجل. قدر في فترة قليلة يعني ربنا وفقه، واللعيبة برضو تفاعلت، فكان نتيجة المفاجأة والأداء الغير متوقع كان في مباراة الذهاب. ولذلك احنا اتكلمنا قلنا قبل كده ان التأهل يبدأ من صحيح. من مركب مولاي محمد الخامس، مش من القاهرة. صحيح. انت خلاص يعني انت صدرت المشكلة جاي وعندك نوع بس مسألة، ما كان كل الناس قلقانة من الجزئية ديت. يعني قلقانة النادي الأهلي كسب 2-0 نتيجة كبيرة، لكن كان في بعض الجماهير قلقانة لعوده النادي الوداد. زي ما هنتكلم الوداد فريق كبير وفريق طبعاً مميز طبعاً جدا، وعنده ثقافه الفوز خارج كمان ارضه على المستوى الافريقي نادي مميز جدا. طبعاً فكان انت كنا داخلين المباراه عندنا حتتين، يعني عايزين نشوف فرقتنا عندها الثقه الزياده اللي هي تخوف، ولا طبعاً يعني انت شفت ولا اللي حصل ده؟ ايوه بالظبط. ولا اللي حصل ده يعني كان كده؟ لا، في شغل يعني بدات زي ما اتكلمنا قبل كده، قلنا انت بدات تحط الملامح، يعني الملامح بدات تتضح، الرؤيه بدات بعينيك تشوف رغم الوقت والاصابات. يعني انت برضو عاوز اقول انه الراجل مضغوط. أيوة في حته، عايز اكلمك اهم الملامح اللي حضرتك طلعت بيها من الحته اللي انت بتتكلم عليها، ان احنا مش هنحكم على موسيماني اول اسبوعين اول ثلاثه، لكن الناس بتقول لا في ملامح فيها شك. ايه الملامح اللي انت شايفها رقم مميزه جدا في موسيماني؟ خلينا نطمن اللي جاي. ده رقم واحد بالنسبه للروح، الروح والثقة. يعني واضح انه اللعيبة من اصواتهم في الملعب طبعا عشان الجمهور، ولاحظ في كذا حاجة في هناك في المغرب حصلت وهم بيعاتبوا بعض وبيشدوا عذر بعض وبتاع والكلام ده. لا، وقفته الحماسة اللي هو فيها ان هو بيتكلم مع اللعيبة على طول الوقت، دي بتبقى من مدرب، يعني بتبقى في مدرب قاعد وفي واحد قاعد تاني لا متفاعل مع المباراه وداخل وبنبه وبصوته عالي وبيقول يا فلان وبنادي على فلان. يعني عاوز اقول لك ايه، هو عامل الحاله دي ورابط نفسه مع اللعيبه، يعني حتى لو حصل اي حاجه بيسقف بينادي. الجزئيه دي وضحت اللي هي الاهم، انك انت تبقى واقف على رجليك وحد بيدعمك.